السلام غزالات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. كنرحب بالناس جداد اللي انضموا لعند سناء، مرحبا والف مرحبا بكم. سناء ديما كترحب بكم، وحتى الناس القدام كنرحب بهم، وحتى هما كيرحبوا بالناس الجداد. اليوم فيديو جديد، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم عندي امتحان ديال سبريك فارديك هيد. اليوم عندي امتحان، ايه عندي مع ديك الربعة، وقيلة ربعة، ودابا راه 9:30. يلا فقت دابا، غادي نهبط نفطر بنتي بعدا. اش نقول لكم؟ كنبغيكم تدعيو معايا واحد الدعيوه دابا دابا، وقفي الفيديو وكتبي الله يسهل عليك سناء وتوفقي في هذا الامتحان ديالك. دابا بغيكم تدعيو معايا واحد الدعيوه باش ربي يستجب ليا ان شاء الله. انا حافظه، ولكن ضروري من شويه الدعوات لا ديالكم ولا ديال الوالدين ديالي. شويه نقول لكم ثاني، ايه اجيو نتوما، اجيو اجيو. واش كتبغيو تسمعوا اللي بغيتو ولا ما بغيتوش تسمعوها ولا اشنو كاين؟ البارح هذوك البيروك اللي خديت، المهم راه الا رجعتوا الفيديو راه خليت لكم الروابط ديال السايت، جابوا حوايج جدو العيد واعرين. اللي كانت عجباتو اللبسه ديال نور، اللبسه ديال نور اللي كنت خديت لها واحد المره بالباندا ديال النمار والصايه والقميجه، خديتها من عندهم. جابوا دابا حويجات العيد زوينين، انا كسيت بنتي ما كاينلاش نبقى انا نشري نشري نشري. جابوا حويجات العيد الوليدات والبنيات غزالين، وصبيبطات صنيدلات كلشي. هذاك الموقع راه خليتكم في الفيديو اللي قبل، راه خليت لكم في الكومونتير الاول وتبتو، دخلوا تما شوفوا الحويجات غزالين وبثمن جد مناسب. دابا ندوزوا للبريكات. بالنسبه للبريك اللي خديتها البنات، هذا دابا انا شنو اش كيبان لكم هنايا؟ عندي الشعر ياك، راه ميمكنش يكون خديتو ليا، ميمكنش يكون خديتو ليا. حيت بزاف الناس تيقولوا ليا جاك زوين ولكن راه حرام سناء، ما تيقتلوش بانه ماشي ليا. المهم ما كنتش باغا نقول لكم انا علاش، حيت في يوتيوب راه كنوريكم بزاف الحوايج، ولكن بزاف الحوايج ما كنوريهمش لكم. بحال نهار كان نصدق اولا كندير الخير وداكشي ما كنقولوش، وهذا من الحوايج اللي كندير بهم الخير. راه بعض الخطرات كناخذ حوايجات من المواقع وما كيكونوش ليا. المهم غادي نطرق للسمار ديال هاد البوريك. بوريك راه ماشي ليا البنات، وما غاديش ناخذ فيه التقليد ولا الذنوب، حيت بزاف الناس قالوا ليا البنت اللي غتعطي لها غتاخذي فيه الذنوب، ما غاديش ناخذ فيه الذنوب. انا بغيت نفرحها هاد الانسان هادي اللي غادي نعطي لها، ولا هاد الانسان، ولا المهم هاد البنت ما كنعرفهاش انا، غير غادي نصيفطو للوالده هي غدي ليهم. الغزالات اللي مساكن فيهم مرض السرطان وما عندهم حتى شي زغبه في الشعر، تفرحيهم بهاد البوريك في هاد الاواشر. خديت جوج واخا الثمن ما رخيش، يعني ما دايرينش واحد الاورو ولا 4 اورو، راه شويه الثمن ديالهم شويه، معليش ماشي خساره فيهم. ما كنعرف حتى شي وحده هنا في هولندا اللي هذا غادي تصيفطو من المغرب وما بغاش الجمعيات اولا سبيطار ولا شي حاجه وتعطيهم لهذوك البنات تفرحهم في الايام هذه. هذا ما كان، حيت هما مساكن كيبغيو الشعر، كيبغيو الشعر. انا شفت تفرجت في واحد الفيلم وبنية مسكينة ما عندهاش شعر، ومي جابت لها وحدة شعر فرحات بيه. هذا غير فيلم، ولكن في الحقيقة راه تاني غيفرحوا بيه. لهذا أنا باغا خديت جوج كل واحد في شكل، وقلت لكم كيفاش جاوني، ولكن أنا ما نديرش بريكات وما نقطعش هذيك التقطيعة نهائيا. ما نقدرش ندير هذيك التقطيعة، صعيب عليا الحال شوية. انا شعري مبقاش بغيت نقرب ليه، مبقاش غير حيد بقى الحيده اللي بوينت صافي بوط باش نشوف اشنو غادي ندير. دابا غادي ندوز نصايب واحد كرواسون بهاد السوسيس. هذا كرواسون كناخذها البنات جاهزه من يومبو، فيه تمانه ديك العجينه مورقه وداكشي، انا كناخذها جاهزه. غادي نحلها انتما البنات، كيف كتشوفوا معايا هي هادي، انا منظفه المكان مغيزه نحيد هذا. البنات هادي مورقة، دابا غادي نحلها. شو
كل وحده بوحدها. هذه راه فيها 6 اللي خديت، اللي خديت هذه المره فيها 6. المهم غادي انا وريتها لكم دابا، غادي نجمعها بما حليت هذا وريه لكم حتى هو. هذا كناخذو من عند التواركه الصوصيص ديال التورك، غادي نحيد منه الماء. هنايا عندي لا موطارد او لا الخردل. دابا غادي ندوز نسرح العجينه وندهنها بالخردل ونحط فيها نص ديال هاد مرقاس او لا كلها، انا غنشوف على حساب العرض ديال العجينه شحال فيها، وديك الساعه غادي نطويها وندخلها الفران. عمليه سهله جدا، وتقدري ديريها حتى كرواسون فيها الشكلاط هاد العجينه هادي. المهم دابا غادي ندوز طريقه التحضير. باي بعد ما كملتهم الشيء هادو ما عقدتش بيهم. ها اللي عقدت بها شويه، اللي عقدت بها بديت كنقص شويه من العجينه فاش وقفتها فاش سرحتها. دابا درت هنايا شويه ديال، درت هنايا شويه ديال البيض مع الخل، دير مع الخل باش تحيد منه شويه الزفوريه، وغنبدا ندهنهم بحال ما هكا وندخلهم الفران حتى يتحمروا. من بعد ما خرجتهم هادو شدوا لي شويه، طلعت نجيب لبنتي حويجاتها باش غادي نمشيو ونسيتها. شو كتشوفوا معايا، غادي نحلها لكم تشوفوها من الوسط. تولوز غادي نمشي اول حاجه للاكشن، ومن بعد ديك النوبه كنا مشينا خرجنا باش ناخذ راجلي شي حاجه ولكن ما بانت ليا والو. دابا غادي نمشي نشوف عاوتاني اشنو كاين. تما معايا يلا ودوزوا معايا هذا النهار. الا عجبكم الفيديو وصلوا لعدد كبير من اللايكات وبارطاجيو. سلامه.
المنزلات كيف كتشوفوا معايا انا كاينه في اش ام. دخل راجلي ازل سروال خدا مشى يقيسو دابا. وبالنسبه للفوق ما لقيتش شي حاجه زوينه، ما عجبني والو. كاين داكشي التيشيرتات خفاف، راك عارفين حنا بغينا شي تفركيسه لليد، وتقوى مش عندهم. موديل ما عجبنيش داكشي ديالهم. المهم كاين السولد، كاين السولد دابا بزاف. اللي بغى يتقدى يمشي للسولد. عرفتي مع بنادم الدنيا ما قادرش نهضر قدام كاميرا. وهنايا وصلت، دخلت باش نتسنى الوقت ديال الامتحان. المهم الزوينات انا دابا يلاه جيت من الامتحان، راسي وقف تحرك واحد الغربي، تحرك دابا واحد الغربي، وحنا يلاه راجعين دابا للدار. الامتحان اللي دوزت بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني اشنو عطاو في الاسئله وهذه، تنظن ما غاديش كيف كنقول لكم ديما ما غاديش يبخلوا نفس الاسئله. انا عطاوني مثلا 24 سؤال، النص كتهضريهم هما تيهضروا معاك وانت كتجاوبي بالصوت، والنص هما تيقولوا لك التكست وانت كتجاوبي بالكمبيوتر. الاسئله الشفويه وهي مثلا تتقول لك اشنو المدينه مشيتي ليها وعجباتك وعلاش، فهمتي؟ ضروري تتسولك وتقولك وقولي لي علاش. مثلا ملي خديتي التليفون ديالك ولاش كتستعملي هاد التليفون ديالك، اش من خضر كتاكلي وعلاش تتعجبك. المهم بحال هاد الاسئله، علاش اوبس زهرت طاح ليها. تيسولك ويقولك قولي لينا، تيسولك وتيقولك قولي لينا حتى علاش، فهمتوا؟ وبالنسبه للتكست سهله حتى هي، تعطوك مقطع جوج الناس كاينين فيه، واحد تيهضر تيسول الاخر وكيقول لك اش من جواب غادي يجاوب، كيعطوك ثلاثه اختيارات. الا كنتو كتعرفوا الهولنديين مزيان كيفاش كيهضروا مع بعضياتهم، راه غادي يجيكم الاسئله والاجوبه ساهلين جدا، فهمتوا؟ انا فاش يلاه جيت هنايا ودوزت الامتحان كنت ما كنفهمهمش اش كيقولوا، وزربت ودوزت الامتحان ديالي وما نجحش فيه حيت ما كنتش كنفرز الهضره ديالهم، ما كنتش كنفهمهم مزيان. دابا وليت كنفرز كلامهم، مهم كندي منهم وكنعرف حتى ردات الفعل ديالهم شنو هي. ملي كتهضري معاه كتعرفي الجواب ديالها كيكون مؤدب، لهذا الا كنتي تعرفي الاجوبه ديالهم غيجيوك هذوك ساهلين. هذا هو الامتحان اللي دوز دابا انا غادي راجعين للدار. ملي نوصل للدار غنوري لكم المشتريات اللي خديت انا من اكشن والمشتريات اللي خديت من ها انام. صافي يلا من بعد نتلاقاو. زوينات انا يلا دخلت للدار دابا غادي نوريكم اشنو خديت من اكشن. ما خديتش بزاف حاجات، المهم نوريكم، وغادي نوريكم حتى اشنو خديت من ها ان ام او لا اش ام، كلو شنو كيقول ليها اكشن. هاد الغراب خديته حيت في باين فيه العبار مزيان بالنسبه للماء، والدقيق عندي وحدين ولكن تم حوليا هما ما بقاوش مزيانين، هذا غادي نخليه غير هذاك الشيء ديال الحليب وداك الشيء. خديت بابي الومنيوم، هادو اللي كيديروا تحت العينين غادي نديرهم لهاد القنت هذا غادي نجربهم. خديت جوجات. بالنسبه لهاد الماسك الاسود بيل اوف اللي كيحيد لي بوين نوار من الانف، خديت ليا انا واحد وخديت لولد اختي طالبني واحد. اوغالبين غير خديته. ديتول الحمام، خديت هادو خديت هادو الارض اللي كندير فيهم ندير بهم تنظيف ديال كل مره، خاصني كل مره ندوز تجفيفه على الدار مع التفرتيت ديال بنتي والخبز راكم عارفين.
خديت هذا ديال الفرن ديال المجمد، خديت الكبيره والصغيره. الصغيره خديت منها جوجات، خديت منها واقيلا جوج ما عرفتش شنو هي الاخرى. المهم هما خديت هاد الكسيوه للدار، زوينه البنات، ما غاليهش، وقيلا 3 اورو. شتو غزاله مبرده في هكا لبسه الدار بحال هادي. دابا هادي راه تاهي قد هادي اللبسه. هادو ما عطلاش خداهم راجلي صراحه، ما عرفتش علاش ديولو. هذا الماسك الاخر، تقشرات النور ميني. الصيف هذا ما يبغوش تقاشر اللي هما طالعين شويه مع الشورطات وداك الشيء. هادو حتى هما اللي هما ناشفين، هادو فيهم برودوي، هادو فيهم برودوي، وهادو اللي هما ناشفين. البنات اللي قالوا لي في سناب شات شكرا سناء راه خداوهم، صراحه اللي عندهم العود في الدار غادي يجففوا لكم احسن من اللي عنده هكا القلع في الدار. هذه غير الشبكه ديال الشرجم حتى هي خاده هشام. خدينا بلاستيكه الزبل حيت انايا كنشد انا مع طارو كبير. اشنو كندير؟ كناخذ واحد دايره واحد البانيو خاص غير بالازبال، تندير فيه ميكا، وكنبقى نجمع وكنخرجها كل عشيه. كنخرج انا ميكا صغيره، ما تبغيش الزبل اللي بقى عندي في الدار. كل مع سبعه العشيه كندي كنلوحو في الطارو الكبير، لهذا خدينا هاد الميكات باش نبقاو نلوحو الزبل بميكتو. انتو هادي الماكله ديال الوردي، شنو هذا؟ وقيله هاي. خديت هذا قال لك تعطري به الطارو، راه الصيف هذا والدبان يعني راه غادي يطوروا غيبداو ماشي اي صافي. وخديت سبونج وخديت هاد الشيء حتى هادي. بون هاد الشيء هو اللي خديت من اكشن. غادي نشارك معكم اشنو خديت من اش ام. راجلي خدا السروال جديد للعيد، وخدا غير تيشورت عادي، وخدا سبرديله. المهم انا غنوريكم اشنو خدينا بالنسبه لاش ام. راه قلت لكم قبيله فاش كنت في تما في المحل، قلت لكم راه ناقصين في الاثمنه، كاين السولد دابا في كل شيء، يعني اللي كيعجبو حوايج اش ام يمشي دابا راه كاين السولد. هذا هو السروال اللي خدا الزوج ديالي في الاسود، جاي سليم من التحت، الاستيك في الاسود، وخداه ب 20 اورو. بالنسبه للتيشيرت خدا تيشيرت خفيف بحال هكا، كيتنا من هنايا، ما عرفتش واش تبان بحال كبير عليك هشام، بحال واسع شويه. لا قيستي هشام؟ قيستي؟ هذا البنات تيدير 10 اورو، كيتلبس شويه يمكن هذا لارج. بالنسبه للسبرديله خدا هاد الشكل هذا سامبل في الاسود حتى هي، يلبس البيض والكحل، التلفازه ديال بكري. هذه البنات هي نورمال تدير 25 اورو، ومع السولد دايرين لها 10. هذا مكان بالنسبه لي انا غير ضروري، انا خاصني الا دخلت خاصني ثاني نزور راسي. خديت هذا التيشيرت كتشوفوا معايا، بارد وزوين، توبو طايح فيه هاد الشبيكه من هنايا، زوين. و تيدير البنات نورمال 10 اورو، ديري لي 8. خديت لهاد كسيوه للصيف غزاله عجبتني، عمرني ما لبست الوريدات. انتوما وصلت الركبه في الاشكال هذه البنات 10 اورو. شو خديت طاي 36 يعني الاس. وبالنسبه للصنيديله خديت هذا الشكل هذا، زوينه في الارجنتي، فيها هاد الوريده من هنايا،
خديت النمره 37 وافيه شويه ليا باش نتمشى فيها على راحتي. هذه البنات كدير 15 اورو وديري ليها 6 اورو. شو صافي هادو هما المشتريات اللي كنا خدينا من ها ان ام، شاركتهم معكم. كيف شي حاجه جديده في نهار عيد الفطر، وخدا اشياء بسيطه جدا. مهم دابا غادي ندوز نشوف اشنو غادي ندير. دابا غادي ندوز نوجد هاد الوجبه هادي كراتا. صافي غادي نحط في الفطور هذيك الكرواسه اللي حضرت معكم بالصوصيس، وغادي نحط هادو في وجبه الفطور كراتان هذا مع الكفته. دابا هنايا وجدت الماء كيسخن باش غادي نسلق فيه هادو، هي الاولى. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. هذيك باقا كطيب لي تما كتسلق. غادي نبدا نوجد هنايا الشرموله ولا لاصوص اللي غادي نخوي عليها. هذا طماطيشه 4 طماطيشات صغار وبصله وحده، دير عليها الزيت وراكم عارفين العطريه، بزار الملحه، شويه تحميره، شويه الخرقوم، شويه الثومه، شويه الربيع. وها انا هنايا درت شويه ديال الفلفل الاسود، غادي ندير الفلفل الاحمر الحلو معلقه تكون عامره، غادي ندير غير راس المعلقه ديال الكركم، ماشي بزاف، واحد شويه. انا كنقول لكم دابا التوابل حيت غادي نضيف بعض التوابل اخرين، اللي هو زعيطره اللي تيقولوا لي بالهولنديه تايم، بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني غايقولوا لي شنو هو بالهولنديه تايم. غادي نحكو بحال ما هكا، غنقول لكم الشكل ديالو كيفاش كيكون، كيكون بحال ما هكا. هذا هو زعيطره، وغادي نضيف الزعتر. ها قداش ديال الزعتر غادي ندير، كتجي هكا من السما بالانشاء وكتجي زوينه. ها الزعتر، وغادي نضيف دابا الحبق اللي هو تاهو يابس. بالنسبه للزعتر سميتو بالهولنديه اوريغانو. دابا غادي نزيد كيف قلت لكم الحبق يابس، حبق يابس تيقولوا ليه باسيليكوم اولا بيسلوك. غادي نضيف السيبولات، عفوا هي بيسلوك هكا. وغادي دابا نجيب شويه الحبق من برا عندي ونقطعو ونضيفو. الحبق هو باسيليكوم، غادي نضيف شويه الحبق، انا ما نيلتوش مزيان، خليته شويه. هانتوما ما قررتش حتى فرتات ولا شي حاجه. صافي غنخلط، غادي نضيف دابا الملحه باش ما ننساهاش. الملح، الملح دائما كيبقى حسب الذوق ديالك كل وحده. وغادي نخلط كل شيء، جميع المكونات ديالي. غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم ولا صلصه الطماطم. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. جبت صلصه الطماطم يا رسول الله. مولاي صلي. واحد شويه قزبر معدنوس هكا. دابا غادي نجيب الكفته باش نطيبها مع هاد الشرموله. كفته دغيا كطيب وندخل فيها هاد الشرموله مزيان. يقول يدو
حتى الناس انا فقير درهمي ويومي. هاي تسلقات ليا هادي، دابا غادي نخويها في صينيه الفرن وندير فوقها داك لاصوص من اللي يطيب. المهم ما نديرش على ديك التقاربه الا اللي تما، دابا غادي نسالي ونغسلها. غادي نخوي هاد لاصوص هكا، خصني يمكن شي حاجه كبر من هادي، دي صغيره تنجبد صينيه الفرن كبر من هادي. تمام المهم البنات، هاي جبت صينيه الفرن كبر من هذيك، زرعت فيها هادشي. غادي نخوي على هذيك الصلصه اللي بمطيشه، دابا نجيب هذيك لاصوص نخوي عليها. هيا البنات دابا غادي ندخلها الفرن، نرش عليها الفرماج من فوق، ندخلها الفرن غير يذوب داك الفرماج وغادي نخرجها. راه كلشي وجد وطيب، عرفتي واحد الريحه طالعه منها ما شهيتكم البنات. درت فيها الفرماج، نوريكم الفرماج اللي درت فيها ديالاش. هاد الفرماج اللي كيدار في بيتزا وكيبقى يتجبد موتزاريلا هو اللي درت فيها من الفوق. بغيتو نتوما متوفرش عندكم، بغيتو ديروا غير فرماج عادي، ديروا فرماج عادي ما كاين حتى شي مانع. دابا غادي ندخلها الفران، دابا راها قريب الفطور. بقيت البنات ستة الوحيدات، غادي نديرهم هما والبنان والليمون نطحنو نديرو عصير. ستة الوحيدات لي حميمرين. المهم البنات غادي نتفرق معكم هنايا، عرفتي شوفي التعب كيبان عليا، عييت عرفتي من 8 الصباح وانا فايقه، لا حول الله عييت ولا لا عيط. دابا حنا عندنا البنات 8، يلا طلع بابا طلعت ناس نور. انا غادي نبرك نبدا في المونتاج ديال هاد لا فيديو هذا قبل ما يوصل وقت الفطور. ما يجي وقت الفطور يوصل تنكون انا ساهل. المهم عندي ساعتين ديالو، غادي نمونطي بزربه بزربه واللحون وقت ما دخل غادي يدخل لكم يمكن قبل من الفطور نيت. يا شوفوا انا امتى نسالي لي مونطاج، على الله نسالي لي بكري في يموت الناس لان الفطور الناس. المهم البنات كنقول لكم الى عجبكم الفيديو وصلوا لاعداد كبير من اللايكات، ولا عندكم شي اسئله خلوها لي في الكومونتير تحت غادي نجاوبكم عليها. وبارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو الفيديو وخليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتونسني، وما تنساوش تابوناو الا كنتي جديده، تابوني والجرس ضغطي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. يلا سلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.